فطرة الأنثى التنوير، فالأنثى تهتم بالتنوير، تنوير ولادها، تنوير جوزها، تنوير أسرتها، عائلتها، تنوير مجتمعها، تنوير صديقاتها. التنوير بدون سيطرة للتنوير، اللي عايز يتنور يتنور، اللي مش عايز يتنور براحته. فكل ما كانت الأنثى أكثر تنويرا وأكثر استيعابا، كل ما كانت أكثر مشاركة وأكثر اهتماما بالكون بتاعها. فدي طريقة الأنثى في المشاركة في كونها، بالتنوير والاستيعاب، والذكر بالمسؤولية. فتخلي الذكر بيأذيه، تخلي الذكر عن مسؤوليته في مجتمعه أو في كونه بيأذيه. ده أحد مظاهر الاضطراب.